أضرار الإكثار من تناول الجزر. إن تم تناول الجزر بكميات كبيرة يؤدي لمضار متعددة للجسم، وذلك حسب دراسة أجرتها وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها رفع مستوى السكر في الدم. لذلك يجب على مرضى السكري الابتعاد عن تناوله، وإن لزم الأمر فيفضل تناول نصف حبة منه مطبوخة على البخار. تغيير طعم حليب الأم المرضعة، وهذا التغيير في الطعم يعتبر غير مستصاغ للطفل ويجعله يبتعد عن الرضاعة الطبيعية. تغيير لون الجلد للأصفر أو البرتقالي، وذلك بسبب احتوائه على مركب بيتا كاروتين القادر على تغيير لون الجلد لكل من الوجه واليدين والقدمين. اضطرابات في الجهاز الهضمي، فهو يسبب الانتفاخ والتقلصات في المعدة التي تؤدي للإمساك المزمن أو الإسهال المزمن بسبب كمية الألياف العالية فيه. التسبب ببعض أنواع السرطان، وذلك بسبب احتوائه على 26 من المبيدات المؤدية لذلك المرض، وهذه النتيجة تكون عكسية. إذا تناول كميات قليلة من الجزر فهو بذلك يقي من مرض السرطان. مشاكل عصبية وزيادة التوتر والقلق، التسبب ببعض المشاكل في الجهاز التنفسي، فهو قد يؤدي للإصابة بمرض الربو وما يتبعه من ضيق في التنفس وعدم الراحة.